بشكر كل الناس القائمين على هذا الحدث الأهم والأكبر. دكتور أشرف اللي قام بكل الفعاليات يا جماعة. وقبل ما أتكلم كتير وأقول حاجات كتير حصلت من ناس صحابي بيسألوني بيشوفوا بيتفرجوا على اللي بيحصل سواء على السوشيال ميديا أو في التلفزيون، إن وزير الشباب والرياضة بيبقى موجود الساعة 10 الصبح من أول بداية المعرض لغاية آخر اليوم، بيلف على كل الناس، بيسأل كل الناس، بيروح الصالة صالة 4 يلعب كل الألعاب ويجرب كل الألعاب مع الناس، ويشجع كل الناس الموجودين العارضين. العارضين الموجودين مبسوطين جدا إن هم دكتور أشرف بيروح وبيقعد معاهم وبيسألهم الأخبار عاملين إيه. وحاجة معلش يا دكتور، في حاجة أقولها سريعا، حضرتك إمبارح اشتريت 4 أجهزة من معلش يا جماعه، ومرضاش يتعمل فصل، فشجع كل الناس. فشكرا جزيلا على اللي احنا الحمد لله وصلنا النهارده مع راس بالتوظيف يعني. التوظيف حضرتك شفت المعرض ازاي؟ حضرتك كنت متوقع ان احنا نكون الحمد لله بالشكل ده؟ متوقع الفلو الحضور يكون بالشكل ده؟ العارضين الناس عايزين نسمع حضرتك شفت المعرض ازاي؟ كابتن نور شكرا، واحنا عارفين حضرتك قد ايه في مجال الاسماك بالظبط وسط المدير اللي انت بتعمله. شكرا للريسبونس هذا المهير القطاع الخاص اللي شارك في استراتيجيه وزاره الشباب والرياضه، وكل يعني زميل في وزاره الشباب والرياضه من اول الامن الغاري لاكبر وكلاء الوزاره في وزاره الشباب والرياضه. انا بشكرهم جدا 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 كلكم في حقيقة الشباب والرياضة، لأن الوزارة بتشتغل دايماً على قلب رجل واحد وكله فخور وزارته، عشان هو كمان هيورث عمله اللي بيشتغله، اللي هو كان بيشتغل في وزارة الشباب والرياضة بعد ما عاشوا أول أولاد، يقول أنا مفتخر إن أنا اشتغلت في وزارة الشباب والرياضة، وأنت كمان تفتخر بإنك إن أنا كنت بيا وبنفسك إنك أنت والدك بيشتغل في وزارة الشباب والرياضة. وبالتالي وزارة الشباب والرياضة هي أحد المكونات المصرية للحكومة المصرية في هذا القطاع الشبابي الرياضي، كمان معاملة التنافسية قدامنا مش على المستوى المحلي بس، كمان لازم يكون ده ليميت سكاي، إحنا نتنافس في معادلات التنافسية العالمية والمعايير العالمية، الوزارة تكون موجودة في نشاطها المبتكر. معرض رسمي لمصر بهذا القطاع في التطوير والقطاع الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص وجذبه سواء الداخلي أو الخارجي والتسهيل لمشكلاته إذا كان هناك مشكلات في هذا القطاع أو القطاع الرياضي. مهندس حازم أنا أشكرك جدا على هذا الدور والمتابعة بشكل كبير جدا، والكيمياء الملقاة الربط ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مش سهلة في إن يحصل عمليات التشبيك، وده طبيعي، ده طبيعي ما بين يعني نظم مثبتة وما بين فكر عايزي. إذا نجحنا في إن نربط ما بينهم هنقدر نوصل للنجاح، وده القصة اللي إحنا يعني عايزين نقول عليها السنة دي، عشان كده كلنا إصرار إن النسخة الأولى تكون أعلى ما يمكن وتبدأ جديدة، لأن لو بدأت أقصاد حلول هيكون ده مقدارها الطبيعي، لكن الحمد لله النسخة الأولى بدأت زي ما إحنا عايزين.